بيكم مره اخرى في الماتينال، واحنا تو نستقبل مع بعضنا دكتور شكيب الملهي، اخصائي في امراض النساء والتوليد والمساعده على الانجاب. صباح الخير دكتور. صباح الخير. احوالك؟ صباح الخير الحمد لله. مبروك. كل عام وانتم بخير. يعيشك. اليوم باش نحكيو على المراه الحبله ورمضان، وحتى المراه اللي تخمم في الحبله في رمضان كيفاش تنجم تتصرف. فما قبل نرجعوا بحذا الشيف. مرحبا بك فاطمه، الساده المشاهدين مرحبا بكم. نرجعوا بحذا الشيف فتحيه اللي قاعده تحضر لنا اليوم في الخبز مع المعاصم اللي باش يكونوا في الكوشه ببريكادور. انا المعاصم ديجا طيبت الكريمه، هذه الكريمه الجديده اللي عملوها بال معناها جو اموند نتاع سمارت شيف نتاع ملوز سمارت شيف، حطيتها طيبتها. انا قلت لكم حطيت ثلاثه باكوات على ايترا، نورمالمون زوز باكوات، انا نحبها مكبوسه باش كي تجي في الملسوقه ما تتسيبش وما تحليش الملسوقه. تكون شاده روحها. فوالا تكون شاده روحها. تو هذيك باش نخليها تبرد باش من بعد نرحي لها الفاكهه ونحطها ونوريكم كيفاش نعبيها. مي اونتخ تو انا باش نعجن الخبز نتاعي، خذيت زوز باكوات فارينه حاضره نتاع هذيا فارين دو ساجل اللي هي شو اسمها القصيبه. القصيبه ما نعرفش عندها اسم اخر يظهر لي فوق الباكو ما نعرفش شنو. هاو نحطهم زوز باكويت مع بعضهم كالعاده. نجي نحل الخميره نتاعي سمارت شيف، قلت لكم ولا فيها ان كرون جديد تتحل بسهوله تامه، تغزر لها في ساعه تتحل ما غير لا مقص لا حتى شيء. مستانسه نبدا نجري نفركس في مقص ونفركس باش نحلها. تو ولات باليد سهله ماهله تتحل بسهوله تامه. نحط الخميره في وسط الفرينه نتاعي، ومن بعد نحط مغرفه صغيره سكر. على السكر راهو جست يعطي اللون في الطياب، ما يعطيش مطعم نتاع خبز حلو، ما تخافوش منه، خاطر كي ما نحطوش سكر في البريباراسيون راهو الخبز يقعد اكثر وقت في الكوشه يطيب ويقعد فاتح ما يغمقش. السكر مجعول باش يعطيه لون، هذاك ما يعطيش مطعم، ما تخافوش منها. مغرفه قهوه سكر نحطها على الحراف، نحط مغرفه باهيه بالملح الارطب كما تشوفوا مخرفه وشويه باش يعطي نكهه للخبز. انا ديما نعجن ما بالما على خاطر ما السباله توا الدنيا سخونه برشا، يزيدوه الكلور ما عادش يخلي الخميره تطلع. وانتم ما تعرفوا لي الخميره سي اون باكتيري، اذا كان ما تلقاش كيفاش تطلع بالماء طبيعي راهي تحط لها شويه جافيل في الماء نتاعها الا وماتت. واحنا السباله نتاعنا فيها بزايد ما شاء الله جافيل، الوغ هذاك علاش ما نحطوش. كان ماء معدني انا نستعمل ديما بالما باش يعجن لي الخبز. وتشوفوها انتم كل مره النتيجه نتاع الخبز كيفاش منفج وكيفاش نعجنه بالمغرفه ما نعركوش حتى بيديا، ويطلع فريمون ديجا من كي يقولوا شويه من الحنه شويه من رطبه ليد. هذا بمجد المثل، شويه من الفارينه باهيه والخميره باهيه وزيد عليها ماء بالما، معناها المكونات كلها تعطي كان حاجه باهيه في الخدمه. هنا نعجنها بالمغرفه ما حشتيش باش نحط يديا في وسطها، نبل عجينتي بالقدام بعد نلفها ونحطها تخمر. تقعد تقريب نص ساعه تخمر بحذا بقعه سخونه شويه بقعه دافيه، من بعد نوريكم كيفاش نفصلها. علمت كيفاش تعمل بالمغرفه يا اخي وليت. هاي الجايه عندك يا دره ما يسيش، تو نشوفوا كيفاش المره الجايه تفصل انت الخبز. هاي كابابلي يا دره تجي تفصل الخبز. سي علمتني العجنين، لازم تعلمني كيفاش نفصلوا. شاور وقولي شاور وقولي. الله يبارك. هنا كملت عجنين خبزي، تشوفوا فيه بالمغرفه ساهل ماهل، ما فيه حتى شيء، فيش برشا خدمه، جست ندلكوا بالمغرفه. هو قد ما يبدا مرخوف شويه يخمر مليح ويعطي الطوع، ومن بعد ويعاود يخمر مره اخرى باش ينرميه في الكوشه. نحطوا الكوشه ديما في الماكسيموم، معناها 200 220، انتم سخنت الكوشه فما كوش ما يصلوش اكثر من 200، فما اللي يسخنوا حتى ال 240 ولا 250، انتم والنوعيه بتاع الكوش ما يحطوا فيها سحفه ماء، حطوها تسخن اون فوا خمر الخبز نتاعكم باش في الخمره الثانيه ترميوا خبزكم ويطيب كما انا قلت لكم عليه. احنا كوشتنا اوفر باهيه برشا على خاطر تهز زوز اطبقه في مره،
تطيبهم كيف كيف كيما الفوق كيما في اللوطه، خاطر الفرات العاديين ما يطيبوش بطريقه هذيا، يحط لك بلاتو بركه وقعد استنى تربحك برشا وقت، سورتو الوقت اللي كنت تاخذه لي انت اكيد. ما بين الملح والحلو كشتنا، دونك تساعدنا بالكدا بالكدا، هذاك علاش اخترنا الماركه اوفر. بالنسبه للسوب نتاعنا اليوم شيف فتحيه، كما قلت لك للناس اللي عندها مشكله مع الجلوتين، دونك انا خذيت هنا البصل مع شويه زيت زيتونه بيولوجي من عند الزيان، حطيتهم شويه تقلاو ما نخليهمش برشا برشا على النار، بعد نزيد عليهم المكونات الاخرى. اول حاجه باش نزيدها هي الحوت، دونك الحوت نتاعي انا خذيت البوري الصغير هذايا ولا الميله فرخ البوري اي، ومعاه دونك الميله، كل واحد واش يسميه، احنا نسموه معزول ولا شفاو، كل جهه والتسميات نتاعها. دونك هكا نقصهم على اثنين كعبه الحوت نتاعي، خاطر انا من بعد هذوما الكل باش نرحيهم ونصفيهم، ناخذ كانش الماء اللي طابوا فيه بركه، الجوي هذاك هو اللي باش يعطيني نكهه بنينه برشا مميزه للشربه نتاعي. دونك هذي نحطوها هنا، باش ناخذ انا مع الحوت اللي حطيته باش يتقلى وتخرج نكهته في زيت زيتونه زيان، هنا نحط بقيه المكونات. اول مكون باش نزيده باش نزيد شويه ثوم من عند فورنيتو، دونك شويه في الاول في اول البدايه نتاع الطهو، بعد نحط في الاخر زاده شويه ثوم باش تقعد نكهته حيه بالكدا بالكدا وطعمته بنينه. هذو ما يتقلاو، باش نزيد عليهم هروس دياري من عند عبيده، الهروس وفيه بزيت فحات الثوم تاعو ريحته فيه وحب الكدا بالكدا، دونك هذاك علاش انا نختار هروس عبيده. باش نزيد عليها هنا طماطم عبيده زاده، طماطم معجونه هكا، هذوما تكمل ريحتهم البنينه بالفاح نتاع الحوت اللي هو حاضر باش من عند الخابيه. دونك هكا ناخذ شويه الفحات نتاع الحوت هذي، فيها كعب حتى نتاع البسباس واحد، يعطينا نكهه خارقه للعاده للشرب نتاعنا. نكمل نفوح، نحط شويه كركم باش يثبت لي اللون ويعطيني نكهه، ونعرف الكركم مضاد للاكسده في الماكله نتاعنا. نزيدوا عليهم شويه فلفل اكحل، كثرش برشا باش ما يقلقنيش فلفل اكحل. دونك نحط شيشه ملح، هذوما تو باش نزيد عليهم الخضروات نتاعي اللي اخترتها انا النهار اليوم. اخترت قرع اخضر، اخترت سفناريه، بصل، بطاطا. البطاطا اللي يحب يزيد، سينون تنجم تخليها بالقرع والسفناريه وتعطيك خضوريه اللي تلوج فيها. دونك قصهم طريفات خشان كيما قاعدين تشوفوا هكا. نحرصوا على انه القرع الاخضر يتغسل مليح مليح، هو والسفناريه يتقشروا، السفناريه تقشر وتغسل مليح، خاطر هكا الرمل اللي نبتت فيه ما نعرفوش النظافه نتاعو، دونك ديما نردوا بالنا. معاهم باش نحط انا عروش نتاع كلافس، خذيت وريقتين كلافس كاملين غسلتهم، دونك كيف ما هما باش نحطهم في وسط الشربه نتاعي. نكمل نقليهم باش يعطيوا نكهه لبعضهم، وما بقى الا باش نمرقهم. دونك ناخذ شويه ماء ونمرق الشربه نتاعي، نخليها تطيب هيك الخضره الكل، ومن بعد نرحيها رحيه باهيه ونصفيها باش نحي منها كالشوك وهيك الحاجات الزايده الكل. ناخذ كل شيء الجوي نتاع الكويسون هيك المرقه بركه، باش تجي مرقه خاثره شويه وشربه ياسر بنينه. هذيا اللي حبيت نودكم بها الساده المشاهدين، الشربه الخامسه في سيدي رمضان. بعد شويه نرجعوا مع بعضنا باش نشوفوا اليوم الدجاجه المحشيه اللي باش نعملوها من عند مليحه بالفريك كيفاش باش تكون حاجه خارقه للعاده. ميرسي بوكو للشيف. الوغ مرجو نحكيو مع دكتور شكيب الملهي، اخصائي في امراض النساء والتوليد والمساعده على الانجاب. دكتور كيف نقولوا امراه حبله ولا حبلت مثلا قبل شهر قبل رمضان، نقول لك اوكي رمضان معناتها باش تفطر مش باش تصوم، معناتها عادي هذا النساء الكل والا فما ديكا مش الكل؟ هو رمضان ساعة ربي يداوموا علينا بخير وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نحب نقول اللي اكثر سؤال توا اللي يسالونا، اسكو دي مرحبا نجم نصوم رمضان ولا ما نجمش نصوم؟ احنا نعرفوا شرعا اللي المرأة الحامل اذا كان ما تنجمش ولا تبدا خايفة على صحتها ولا خايفة على الجنين نتاعها تنجم تصيم وبعد تقوم بواجباتها. اما في بعض الحالات نجم نجاوبك على السؤال هذا في اخر في الاخر، خلينا نقدمه بالخطوة بالخطوة. السؤال الاولاني هو فماش مخالفات نتاع الصيام على المرأة الحامل ولا على الجنين؟ نبداو بالمرأة الحامل. أول حاجة نعرفوا اللي المرأة الحامل لما تصيم ما فماش برشا مؤثرات عليها لما تصيم.
المؤثرات اكثر حاجه تنجم تقلق المراه الحامل هو خاصه في لما يكون طقس سخون هو الديزيدراتاسيون الشياح ولا الجفاف. ديزيدراتاسيون علاش ديزيدراتاسيون؟ تنجم تخلف زاده اشكاليات في المسالك البوليه مع التهابات في المثانه ولا في المسالك البوليه ولا حتى في الكلى تسميه نحن البيولينفريت، كما تنجم تعطي برشا امراض اوجاع في الكلى لما يكون فما جفاف. الحاجة الثانية اللي تقلق صيام المرأة الحامل هو السكر، هو تغيير في انتظام السكر حتى كان ما تكونش عندها مرض السكر هي قبل الحمل ولا في الحمل. في شق فطرهم سمك المونتي هذيك. ها تو نرجعوا لها يعطيك الصحة، فما هو لما نشوف المرأة عن قبر القرب المرأة الحامل فما شوية عدم توازن في السكر نتاعها وفي الدهونات. كوليسترول واحد يدخل بعض. اخطاء هذو من الحاجتين الزوز ما فماش برشا تقلقات نتاع الصيام على المرأة الحامل. ما فماش أكثر ولادة مبكرة، ما فماش أكثر ضغط دم، ما فماش أكثر ملتزمة الصرع اللي هو الكلومبسي ولا حاجة، معناها ما فماش أمراض برشا تتنتج عن الصيام. ولكن الجنين نجيب له الجنين يعطيك الصحة. الجنين فما هما باش نجم نقولوا فما مخالفات ولا برشا دراسات قامت في البلدان الإسلامية باش تشوف فماش مخالفات من الحمل للصيام على الجنين. ظهر أنه لو كان المرأة تاخذ قسط من الراحة تو نجيو نرجعوا لكل شيء، ولو كان تبدا الأكل نتاعها متوازن ما فماش برشا اشكاليات. ما فماش برشا اشكاليات، اش معناها هو اكثر حاجه اللي تقلقنا هو نحن نخافوا منه هو وزن الجنين. دراسات ورات اللي ما فماش بصفه نقولوا نحن ستاتيستيكمون سينيفيكاتيف نقص في وزن الجنين عند الولاده. ثانيا مشاو اكثر من هكا وحابين نشوفوا فماش تاثير على الانتليجونس نتاع الاطفال هذوما الواحد. وشفنا اللي الكوسيون انتلكتويل نتاعهم يبدا كيما المراه صارت صامت في شهر رمضان وصمت عندهم نفس الكوسيون انتلكتويل تقريبا. معناها زاد النجم نقولوا اللي ما فماش اشكاليات على الجنين لما المراه تصوم في صوره احترامها لبعض المسائل كيما التغذيه والراحه تو نرجعوا. يعطيك الصحه دكتور. فما ديرنييرمون وليت ياسر موضه في العالم العربي انه المراه كيف تحبل تعمل رياضه، معناتها تعمل مارش، تعمل تابي، ما تضرهقش نفسها ولكن تحاول تعمل بيلات، تعمل يوغا، هل انه المراه الحامل في رمضان نجم تمارس زاده رياضه ولا لا؟ نحن شو نقولوا المراه الحامل؟ فما عندنا بعض النقاط اللي لازمنا. المرأة الحامل اولا اول حاجه نحن نقولوا لهم اللي هي نجم يصوموا تو نرجعوا شكون نجم يصوم وشكون ما ينجموش، اما في صوره احترامها لبعض النقاط اللي هما اول حاجه عمرها ما تجبر نفسها على الصيام ما دام عندها الحق الديني انها تنجم تفطر اذا كانت نجم، معناها وخاصه اذا كان ظهرت عليها علامات نتاع انه بدنها ما عادش ينجم يتحمل الصيام. ثانيا لازم المرأة الحامل تاخذ قسط من الراحه، خاصه النساء اللي تشتغل تو اكثر النساء تشتغل وكل شيء، كان تشتغل وتروح طول باش تحضر العشاء ومن بعد ما تنجمش توصل، دونك لازم قسط من الراحه. ثالثا لازم التجنب على المشي الكثير ولا زاد على رفع الحاجات الثقيله، ساعات ترى مرا حبل هذا سيكان وتمشي مش معقول. دونك في نفس الوقت لما تبدا حامل وصايمه الرياضه تكون صعيبه شويه على خاطر باش تكثر من نسب نتاع الجفاف والديزيدراتاسيون. دونك في اكثر الحالات في عند الصوم نقولوا لها راه ما تنجم تصوم. خلينا نزيد زوج نقاط اخرين اللي برشا نسيت توانسه ما ينجموا ما يعملوهمش في رمضان. هو زاد الحاجه الثالثه لازم فما شكون يعاونها شويه في الدار القيام بالشؤون المنزليه. والحاجه الاخيره راه نحن برشا في العياده انهم برشا نساء في شهر رمضان ما تمشيش تعدي. دونك نحن هنا نقولوا لهم اللي راهو المراقبه الطبيه لازم تكون مسترسله، واللي في شهر رمضان بالعكس اكثر من الاشهر الاخرين لازمها، خاصه لو كان تصيم ان تجي باش تعاين باش تقوم الفحوصات اللازمه باش تحققوا اللي جنين نتاعها في حاله صحيه وهي في حالتها طيب. قبل ما نكملوا جوست باش نسال سؤال باش نفهم اسكو الكلام اللي نحكيو عليه توا اللي تحكينا عليه هو اللي يطبق على الفيتوس في العمر الشهر الكل، معناها مش شهرين ولا سته ولا معناها كيف كيف ولا لا؟ هو يطبق على الحمل
بصفة عامة. أما نحن نعرف زادة أنه لما الحمل يتقدم شوية تبدأ المرأة تستحق أكثر كالوريات، هذيك علاش يعطيك صحة وكمية ماء، هذيك علاش تبدأ أصعب شوية لما الحمل يبدأ متقدم في الأشهر الأخرانيين. وفي الأشهر الأخرانيين كيف يبدأ فما تقلقات متاع ترجيع ونزيف وميسمون، بتبعتها المرأة ما تنجمش تصوم. دونك كما نحكيو على الحمل الكل كلكو سوا الشهر نتاع الحمل ما فماش تقلقات كبيره لا حتى الشهر الاولى اللي نقولوا احنا الجنين قاعد يتكون فيها وامه يلزمها تتاكل بالكدا. جنين الكل تطلبوا لنا هكا معناها اي ناكلوا بالكدا صحيح. اما خلينا فما ناكلوا مش ناكل في النهار بركه، فمن بعد في المكتب نحن الريتم البيولوجيكي يتبدل. نرجعوا للماكله، شنو يلزمها تعمل؟ قلت لك المراه تنجم تصوم في على شرط اني تحترم بعض النقاط كما قلنا التعب برشا. الحاجة الثانية المهمة برشا هي الشرب الكثير من السوائل سواء ماء ولا الحاجات الأخرى. الحاجة الثالثة لازم الابتعاد على السكريات برشا، نحن فك تعرف في رمضان اللي بناكلوا في السكر أكثر من ناكل. الحاجة الرابعة لازم الغذاء يتكون صحي متوازن وغني. ما تنجمش انت تاكل تشق فترك على حاجة صغيرة ومن بعد تقعد تاكل في السكريات وتقول هاني مليك. دونك والسحور دكتور؟ خلينا نبداو بشقان الفطر. نحن شقان الفطر بعد جيب السحور يعطيك الصحة. أول حاجة شقان الفطر مهم برشا. لازم لما يأذن الأذان وباش نشقوا الفطر لازم المرأة تعرف اللي تبدا بحاجتين. أول حاجة يلزمها تنقص من العطش، وثانيا من تطلع تحاول في السكر. دونك أحسن حاجة كما نحن مستنسين وذول أكثر العباد يشقوا فطرهم سوا ماء ولا بلوتو ألبان، ينجم يكون كاس حليب كعبة يغرد معاه ثلاثة أربعة خمسة كعبات دقلة معاهم فواكه جافة، مهمة برشا باش المرأة ساعة تنقص من العطش نتاعها ويطلع لها السكر شوي. من بعد نتعداو لشقان الفطر بيدو. شقان الفطر اللي لازم قلنا يكون متوازن غني وصحي. إيش لازم يكون فيه؟ أول حاجة لازم يكون فيه شوربة خاطر يجيب لنا السوائل، ويكون فيه خضار طازجة اللي تنجم تجيب الفيتامينات اللي تسحقهم المرأة الحامل. ثانيا لازم تكون فيه سلطة مع الخضر. الحاجة الثالثة لازم تكون فيه زادة دي بروتين اللي هما مهمين برشا للنمو الجنين. البروتين هذا ماك تعرفهم سواء الحمل الأحمر ولا الدجاج ولا البيض ولا حتى ينجم يكونوا زادة الحمص والفول، هذوكم فيهم برشا بروتينات. ولازم زادة يكون فيه اللي سكونابيل لي سكر لون اللي هما كيما الخبز يعطيك الصحة والروز والبطاطا اللي هذوكم مهمين باش تقعد هي تستعملهم في الصهرية الكل. بعد شقان الفطر في السهريه نجمو ناخذوا شويه غلال يجيبوا لنا الفيتامينات والسكر والالياف. نجمو ناخذوا حلويات اما ما نكثروش من الحلويات، ما نرجعوش للحلويات، ما يلزمناش نكثروا من الحلويات. نجم تقصني كي تحب تفضل وبعد نرجع للسحور. لا لا كيف يجي فيه البركه تتحول للحلويات. ما نكثروش من الحلويات. اما زاد السحور مهم برشا 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 للمراه الحامل. لازم يكون في اخر وقت ممكن. ولازم يكون وجبه متكامله من ناحيه كما قلنا الكميه والكيفيه ويعطيك الصحه. لازم يكون فيها ديما نحن نجم ناخذوا شويه خبز ولا جبن مهم برشا، نجم ناخذوا مسفوف معاه شويه غلال ونشربوا ما تنساش بالسهريه كامله يعطيك الصحه شويه البان. سهريه كامله لازم المراه الحامل تتذكر روحها اللي لازمها تشرب حتى كان ما تعطش ولا حاجه، ما تنساش الفيتامين نتاعها وزويتها. هذيك حاجه معروفه كما قلنا العلاج كما المراقبه نتاعها الادويه نتاعها لازم تاخذهم. صحيح برشا نسافر رمضان تقول لك ما عادش ناخذهم ما عادش نعرفهم، تضيع توت البروسيدور وينجموا برشا ما ياخذوش دويه. دونك نرجعوا للسؤال، شكون عنده الحق وشكون ما عندهش الحق باش تصوم؟ خاطر هذا اكثر سؤال توا نتعرضوا له في العياده. المراه اللي صحتها جيده واللي الحمل نتاعها ما فيش مضاعفات تنجم تحاول تصيب. انا ديما نقول تحاول تصيب. شكون اللي ما عندهاش الحق تصيب؟ هي المراه اللي عندها اشكاليات كما نجم يكون عندها السكر. لما يكون عندها سكر كما قلنا قبيله انه السكر في مع الصيام يدخل بعضه مع الحمل تولي صعيبه برشا الحكايه. ثانيا وجود امراض مزمنه كما ضغط الدم ولا حاجه ولا امراض تابعه للحمل اللي يستوجب اخذ الادويه بصفه منتظمه. ثالثا الحقيقه لما يكون فما تقلقات نتاع الحمل بيده كما نقص في النمو الجنين ولا نقص في الماء الجنين، في الحالات هذوما الحقيقه نقول المراه لازمها تشرب بصفه منتظمه وتفطر، مهم اكثر للنمو نتاع الجنين.
وفي بعض الحالات زاد المراه كما قلنا تنجم تكون تبدا صايمه، اما لازم ساعات تعرف وقتاش تعلق الصيام لما حالتها الصحيه تفطن اللي هي ما عادش عندها القدره الكافيه باش تكمل الصيام. وقتها تنجم تفطر. ما غير تنجم تفطر، خاصه في ظهور بعض العلامات كيما واللي فما ترجيع النوزيفوميسمون. ثانيا الدوخه لما تدوخ لازم تعلق حينيا الصيام. ثالثا زاد حتى لما اللون التبول يتبدل شويه لما يكون يولي غامق برشا ولا في رائحه ولا تنقص برشا الكميه هذا يقول لنا اللي فما جفاف ولازم تشرب ماء. في حالات قلنا كما قلنا الاغماء، وفي حالات اذا كانت ولات تحس انه الجنين نتاعها ما عادش يتحرك بصفه طبيعيه، في الحالات هذوما الكل حقيقه نقولوا للمراه راهو لازم تعلق الصيام وتفطر وبعد تقوم بواجباتها الدينيه كان هي تحب تقوم بواجباتها الدينيه. ميرسي بوكو دكتور شكيب المولي اخصائي في امراض النساء والتوليد والمساعده على الانجاب. نمشي تويك لفقره زميلتنا وميمه الوسلات تشنشينا مشات سفاكسلاند مع طه عبد الهادي، نشوفوا ريبورتاج ونرجعوا. السلام ومرحبا بكم الناس الكل في تشنشينات رمضان مع سفاكسلاند اللي باش نربحكم باس إليميتي تنجمو تلعبوا بيه لهنا في سفاكسلاند. تشنشينات اليوم تقول بنت السلطان تبكي في قصرها والدمعة واصلة لخصرها، زعما شنو؟ هذه الشمعة. مبروك عليك مشور، ربحت معايا باس إليميتي تنجمو تلعب بيه صغيرات لهنا. عايشك شكرا بركة. دونك هذه كانت تشنشينا مع زميلتنا اميمه الوسلاتي وطه عبد الهادي. امشيوا لسفاكسلاند واربحوا برشا كادوات مع الزملاء. اما تويكا رحبوا مع بعضنا مدام ايناس بن سالم جيرونت في كويزين اونكيت. صباح الخير مدام. صباح الخير عسلامة، شحوالكم؟ الحمد لله. اليوم باش نحكيو كيفاش نجموا نخليوكوا جنتنا اوسع واكثر كشرها وبرها شو يقول المصراوي. اما قبل نرجعوا بعضنا للشيف. مرحبا بكم، انا ديريكت باش نحيي لكم الشيف فتحيه اللي قاعده تحضر في المكسرات للبريكه للمعاصم اللي باش تعملهم في الكوشه. دونك خليها ترحي هالمكسرات لحظه ما تبطش عليكم مع ماجي ميكس. انا جوست نحط عندي غوزمون، عندي عندنا ديما هنا في الماجي ميكس حاجه خاصيه عندها 3 بول، معناها بول صغير للفاكهه كما تشوفوا فيه، ما نستحقش نمسخ البول فوالا، حسب الكونتيتي وحسب لوتيليتي اللي حاجتك بها. فيها كونت سيكوريتي ونخدمها فوالا. يعطيك الصحة شيف. دونك كملنا رحينا الفاكهة بتاعنا، تو بقى باش نخلطوها بالكريمة اللي باللوز من عند سمارت شيف. ديما خليوها مدش خشينة خيرة تتحط وقت اللي نعبيوها في وسط الملسوقه، وقت اللي تاكلها ما تبداش كريمه وحدها، تبدا طريه برشا، ديما هي مجعوله كاني معناها نوع اخف من البقلاوه، تبدا تقرمش وين تقدم تلقاك تجيك شويه فاكهه في وسطها، تقرمشها بنينه ومن بعد رشوا لها في شويه زاده فاكهه جويده على وجهها، هذيك للزينه للي يحب ولا ما يحبش هذيك حاجه اخرى، اما في وسطها لازم فاكهه تتقرمش كيما تشوفوها هكا، والفاكهه تزيد تعقدها. راهو هذاك علاش انا قلت لكم على الليتر حطوا 3 بكوات كريمه والفاكهه تزيد تكبس على خاطر الخليط نتاعي من عشرة المخلط هذاك هو انا عرفت روحي باش نغلط ما حبيتش تضحك علي الوغ هي وخطفتني باهي انا باش الخلطه نتاعي تشوفوا فيها هكايا نحطها من بعد نعبيها تو نوريكم كيفاش نعبيها بسهوله تامه ومعناها بتغطيك وسهلة. يعطيك الصحة شيف فتحية. دونك هذوما المعاصم اللي بالكريمة بتاع دوز من عند سمارت شيف وفي وسطهم فاكهة المزيانة. أنا باش نحضر لكم توا بطريقة سريعة فارس باش نعملوه في قلب الدجاجة محشية. نحيت العظم نتاعها اللي زود نجموا تمشوا اللي يبيع في الدجاج في لي بوان فونت مليحة، تقول له نحب الدجاجة ديزوسي يعملها لك بالوقت. أنا هنا نحيت لها العظم نتاعها وباش نحط في وسطها فارس. الفارس ساهل برشا، خذيت برغل كامل الكعب ماهوش مدشش دونك كيما هكا، صمتو في الماء، حطيتو شيشه ملح بركة مش ياسر باش نحط معاه بقيه المكونات اللي هي باش تكون في قلب الحشو نتاع الدجاج نتاعنا. اول حاجه البراس الكلافس
اللي هو خذيت العروش نتاعو خاصه السيقان نتاعو يبدو خشين، قصيتهم جيدين هكا كيف ما تشوفوا، باش يعطينا نكهه بنينه في وسط الفارس نتاعنا، معاهم بصل مقصوص جيد كيف كيف، باش نزيد معاهم سفناريه مقصوصه مكعبات. دونك هنا حاولت نقسم الفارس ما بين الخضره والبرغل الكامل. هنا باش نحط معاهم قرع اخضر كيف كيف، نفس الاحجام قصيتهم كل متقاربين مع بعضهم باش يطيبوا فرد كويسون. باش نزيدهم هنا تفاح، نكمل فوح الحشو نتاعي، ثوم فورنيتو باش نزيد عليه هروس عبيده حتى هو فوح بزايد فحات وثوم. دونك في وسطه يزيد ينكه لي الفارس نتاعي. باش نزيد عليهم هنا الفاح نتاع الدجاج اللي هو حاضر باش من عند الخابيه. دونك الخابيه هنا تدللكم تحط لكم كل نوعيه الحومات ولا دي سوب ولا حاجه تحط لك الفاح نتاعها. دونك هكا هذايا باش يكون في قلب الفارس باش نعمله. ما بقى الا نزيد عليهم شيشه ملح كميه محترمه، وباش نزيد عليهم هنا زيت الزيتونه البيولوجي كي العاده اللي انا ما يفارقش كوجينتي اللي هو زيت الزين. دونك هكا فوح مليح، نخلطهم هذوما الكل مع بعضهم بكل سهوله، ما فيهمش حاجات معقده. دونك ما حطيتش انا كان تلاحظوا لا دجاج لا حتى شيء في وسطها، لانه انا باش نستعمل الدجاجه كامله باش مع البرغل مع الخضر يولي عندي طبق متوازن. دونك هنا يتخلطوا هذوما الكل مليح، التفاح البنين ريحته ياسر زاكيه، التفاح من عند خابيه مع الهروس الفاوح اللي من عند عبيده يعطينا نكهه مميزه للفارس بتاعنا. دونك ما تخافوش، تشوفوا هنا اللي البرغل بتاعي مفرك كل كعبه وقتها، من بعد بالماء بتاع الخضره باش يولي فارس شاد روحه بالكدا ويكمل الكويسون بتاعه البرغل اللي حضرناه. دونك هكا ناخذ توا الدجاجه بتاعي نقلبها شويه هكا ونبدا نعبي في وسطها الفارس اللي حضرته هذايا بطريقه لا اسهلش منها. دونك هكا نحاول الفارس يكون موجود في الدجاجه الكلها، يتوزع بالكدا بالكدا في التراكب مليح. دونك هكا بهالطريقه انا الدجاجه اليوم باش نحافظ على الفارس في قلبها باش نعمل لها فيسال باش نربطها هكا الخيط نتاع الروتي هذاك اللي تلقاوه يتباع في الحوانت الخاصه ولا تلقاوه عند الجزاره. دونك المقص تلوج عليه شيف فتحيه هاو. دونك شوفوا هنا اللي الدجاجه نتاعنا بدات تاخذ في الفورمه نتاعها على خاطر التراكن الكل قاعده تتعبى بهالفارس البنين اللي حضرناه اليوم. ما نعرفش هالدجاجه زعما باش تكون من نصيب شكون، شكون باش يروح بها اليوم. شدوا الصف فتحية خليلك باي. انا خليلي الكل والباقي خليلي الفارس باش نعبي دجاجتي وحدي هاو. مريقل تعمل جو في سيدي رمضان. دونك حويجه جديده على طاولتنا، الدجاج ناكلوا فيه كل يوم بنفس المقادير زاده كل يوم موجوده في دار كل تونسي وتونسيه، ما هيش غاليه برشا، نجموا نعملوا دجاجه محشيه ندلوا بها العائله. دونك هكا نشوفوا هنا هذه الدجاجه نتاعنا تعبات وخذت الفورمه اللي حاجتي بها. دونك ما بقى الا باش نربطها بالفيسال نقرطها مليح مليح كما يقولوا باش تشد الفورمه نتاعها، من بعد باش نحطها في طبق مع الخضره. انا الخضره هنا حضرت شويه بطاطا كيما نعملوا المسلي في الدار، بطاطا وبصل وطماطم معاهم فلفل اخضر هذوما الكل، حضرت لهم مارينات صغيرونه فيها الهروس الدياري من عند عبيده، التفاح نتاع الدجاج اللي حاضر باش من عند الخابيه، هذوما باش نسقي بهم هالبطاطا هذه الكل هكا مع الخضره. باش من بعد كي نحطهم في الكوشه يطيبوا ما يشيحوش نحط فوق منهم كعبه الدجاج نتاعي باش تسيب النكهه نتاعها، والكل نغطيهم بابي كويسون. بابي كويسون مش بابي الومنيوم، ردوا بالكم باش يتحمل سخانه اكثر وما يسيبش فرزات خايبه. دونك بابي كويسون يخلي لي الباخ الكل الفابور نتاع الدجاجه في قلبها والنكهه نتاعها الكل ما تخرجش وتطيب في وقت قياسي وما تجيش شايحه. دونك هذه وصفه الدجاجه المحشيه اللي حبيت نودكم بها اليوم مع مليحه. نرجعوا بعد شويه مع بعضنا باش نبدو نحضروا الطاجين نتاعنا اللي هو باش نعملوه بالبروكلو. ميرسي بوكو الشيف. الوغ احنا تو نرجع نحكيو مع مدام انيس بن سالم جيرونت في كوزين اون كيت باش تحكي لنا على كيفاش نجم تكون الكوجينه واسعه. صباح الخير مره اخرى مدام. صباح الخير. شحوالك؟ صباح الحمد لله عايشكم. باش شنو نقصدوا احنا انه نخليو فما اسباس في الكوجينه، شنو نقصدوا به الكلمه؟
احنا وقت نجي نعملوا اون كونسيبسيون تاع كوجينا يعني نخدموا لو بلان نقراو حساب لسباس اللي عندنا دونك عندنا الكوان دو كويسون عندنا وين نغسلوا الماعون عندنا الريفريجيراتور يعني هذوما الحاجات الثلاثه ديما موجودين في كوجينا ومن بعديك عندنا لي زيليمون تاعنا اللي احنا باش نحطوا فيهم الماعون الفيسيل القضيه دونك احنا نخدموا على لوبتيميزاسيون دو لسباس باش نتمكنوا انه العباد تستغل كل بلاصه عندهم في الكوجينه دونك فما انواع نتاع دي اكسسوار اللي احنا ننتجريوهم في وسط الكوجينه معناها كي تحل اليمون ترقى في وسطو الاكسسوار اللي تحتاجو ممكن روا احنا من برا ما هو نلقاو في وسط القجوره فوالا بي احنا باش نحكيو على الاكسسوار مدام ما كان تسمع نشوفوا تويكا فيتير صغير على كيفاش نجمو نخليو كوجينتنا واسعه مع كوزين اونكيت عسلامة ومرحبا بكم في الدارك اليوم مع كوزين اونكيت كما تعرفوا في كوزين اونكيت نجم تشريو كوجينا ان موبل دو كوزين ان الكتروميناجي وحتى ان اكسسوار وهذا حسب البيدجي نتاعكم ترى نشوفوا الدارك اليوم مع كوزين اونكيت البيدجي نتاعنا اليوم هو 876 دينار زعما شو نجمو نشريو ب 876 دينار من كوزين اونكيت اكثر حاجه تقلقنا في غسيل الماعون هو تزرزيق الكوجينه ومن بعد تخبيط الماعون هذاك علاش جو فو ريكوموند لي بوتوار هذايا اللي باش يسهل علينا برشا حاجات انا توا باش نغسل الصحن وباش نوريكم كيفاش لي بوتوار هذايا باش يعاوننا من بعد توت سويت نحل الموبل نتاعنا ونحط فيه الصحن الصحن باش يستقطر وحده ومن بعد جوست ابخي نجبد دو سوبور اللي فيه الماء ونفرغو وهكاكا نرتاحو من كوجينا مزرزقة ومن مشكل تخبيط الماعون لي بوتوار هذايا سومو 130 دينار اكاهو فما برشا ناس عندهم ان اونجل مور في الكوجينا نتاعهم معناها ان اسباس كوندوني ما نجموش نستعملوه كوم يلفو كوزين اونكيت خمت فيكم السوبور هذا اللي تري براتيك نحطو فيه لي برودوي شايحين معناها القضيه الشايحه كيما القهوه الشاميه بسكوي ايتترا اللي اوسي ارغونوميك معناها يرتاحنا من التطبيس ويربحنا في الاسباس السوبور هذا سومو 341 دينار كي نشيو الخبز الفطور الكوجينه كلها تولي فتفات وهذه حاجه تقلقنا برشا في كوزين اونكيت لقينا الحل البورت بان هذا اللي تري براتيك وإلى إيديال كما ان اكسسوار دو رانجمون نجمو نحطو فيه الخبز نرتاحو من الفتفات والخبز نتاعنا يقعد فخي تو طولون دو لا جورني سوم البورت بان هذا 221 دينار الكلنا نعديو برشا وقت في الكوجينة وماذا بينا كي نبداو نطيبو نبداو عاملين جو في كوجينة مزيانة مع كوزين اونكيت تنجم تو ديكور تا كوزين افيك ديفيرونت فاسون هذاك علاش اليوم اون فو بروبوز الموبل نيش هذا اللي يزيد اون توش سبيسيال للكوجينه نتاعك واللي تنجم تحط فيه دي ليف ولا دي ماجازين دو روسيت او بيان معون مزيان كيما تشوفوا فيه البورت نيش هذا سومو 104000 اون فو بروبوز اوسي البورت نيش اوريزونتال هذايا اللي تنجم تحطوا فيه دي بلانت والا دي اكسسوار باش يعطي توش ديكوراتيف مزيانه برشا للكوجينه نتاعكم واللي سومو 79 دينار فوالا ب 876 دينار هذوما لي زيليمون اللي تنجمو تشريهم من كوزين اونكيت اللي يزيدو اون توش دو موديرنيتي و ديزاين للكوجينا نتاعنا ما تنساوش باش تلايكيو الفيديو و باش تحطونا في كومنتار ليليمون بريفيري نتاعكم بارت اليوم من كوزين اونكيت وفات على بروشين باي باي مدام لي اكسسوار اللي كنا نشوفوا فيهم يظهر لي معناتها النكته من البحر اللي عند كويزين اونكيت احنا اخترنا ايشانتيون من لي اكسسوار اللي نجموا نحطوهم دونك كيما شفتوا نرجعوا على لوبتيميزاسيون دو ليسباس دونك هذاك لو موبل ايغوتوار اللي احنا نقولوا بسهوله قطار العباد الكل عندهم في ديارهم حاجه باش نب لافابو يغسل الماعون وتحط فيها اون اتوندون يشيح والا يلزمك تنشفوا وتخملوا دونك هذاك سي ان اكسسوار انكاستري في ليليمون تغسل الماعون وتحط كي تسكر عليه الباب
سيفيني ما عادش ترى المعون وقاعد يقطر على روحه في عقله. وأميم طان الحاجة المهمة وأنك أنت ربحت هاك الإسباس هذيك اللي العباد تحرك فيه باش أنت بعد تقص خضرة ولا حاجة اللي باش تخدم حاجات أخرى. كيف كيف مثلا ناخذوا الأكسسوار البورت بان برش عبيد في ديارها تلقاها عندها جوستومون هاك الصندوق اللوح هذاك ما نعرفش كان مزود تفكروه اليوم معناها موجود في برشا ديار ياخذ بلاصه معناتها فوق الدوكينه. كيف نحطوا احنا الاكسسوار هذايا بورت بان نحطوا الخبز في وسطه ديجا يكون محفوظ من الذبان وكل الحكايات هذيك الكل ومعناتها اونكاستري في الكوجينه وانت تربح معناتها تنظيم معين يعني في الكوجينه نتاعك. صحيح. وفما زاد حاجات اخرين معناتها مثلا هذيك نتاع الماعون عندكم برشا حاجات اخرين. الوغ فما حاجه ياسر مهمه ديما ننصحوا بها اللي هما لي زاكسيسوار دو كوان. فما حاجات نستعملوهم هكا على الديزاين ولا العباد تحب الحاجه هكا كلها اونكاستري وكل، لكن فما ان اكسسوار انا نراه من لي زاكسيسوار ضروريين. اللي انت كتبنا عندك تركينه اللي احنا نسميوها ان كوان مور. انت تحل الباب يلزمك تطبس وتدخل باش تمد قطعه إذا كان معناتها إذا اونيكمون فيه مرفع يعني ليليمون هذاك. كيف نركبوا الاكسسوار هذايا دونك كيف ما شفناه في الفيتيير كيف تجبدوا يبدا كوليسون الحاجة تخرج وحنا نقولوا ايرغونوميك علاش على خاطر معناتها باش نقصوا زادة من التطبيس ماك تعرف هذايا الكل وأنت ديجا تخدم في الكوجينة وتعب وواقف وبرشا حركات ماذا بيها عبد ينقص منهم. صحيح. والله عندك والله يرحم والديكم جوست باش نحكي معنا في حاجه كيما هكا كنقول انا باش ناخذ اكسسوار من عند كوزين اونكيت اسكو انتم تركبوا لي معناها فما معناها البوسيبيليتي اللي حاجه كيما هكا كي ناخذها تجيو انتم تركبوا لي في كوزين. احنا بالنسبه للسيرفيس هذيك البوليتيك تاع كوزين اونكيت نخليوها حاجه يعني اوبسيون. فما اللي عنده شكون ولا عنده كيفاش يتصرف باش يركبوا هذاك هو حر على نفسه ولا ديجا عنده شكون يخدم في الدار وعنده دي بريكولاج يعني. وفما اللي ما عنده حتى حد وشري من عندي الاكسسوار يقول لي اي ومن بعد بيان سور احنا عندنا معناتها دي تكنيسيان يجيو عندكم في الدار معناتها ويركبوا هاك الاكسسوار هذاك. باهي وكيفاش نجم اي امراه تو تتفرج فينا عندها كوجينتها شيخه بها عامله بها جو مي كي شافت هكا تحب تركب دي اكسسوار اسكو جيت تاخذهم ولا كيما قالت لك دوره ما تبعثوا لها انتم شكون ولا احنا هذه حاجه اللي ديما تعمل سيغ كوموند ولا احنا فما ان افونتاج في كوزين اونكيت اللي هي نخدموا سيغ ستوك يعني لي زاكسيسوار هذوما الكل ديسبونيبل توا تو سويت في لي ديبو نتاعنا واحنا نعملوا كيما نقولوا نسميوها يعني ببساطه لا فونت كونتوار يعني تدخل تشري تروح بالقطعه تو سويت. بالنسبه للي باش نركبوا له دونك نوليو معناتها نعملوا ان رانديفو باش تكنيسيان يخرج يعني نوليو سولون ان بلانينغ يعني هذاك الفرق. لكن اللي قاعد صاير يعني حاجه متداوله وانه العباد تعلمت الحمد لله غوزمون يجيونا يعملوا دوره وفهموا اللي هما معناتها بيان كو تبدا عندها كوجينه اما فهمت هي تنجم تزيد هالليزاكسيسوار هذوما في كوجينتها وفي اي وقت يعني نجم حتى علاش احنا نقولوا كوزين اونكيت يعني تقرب للعباد من البيدجي نتاعهم. نجم اليوم انت تكون عندك بيدجي معين تشري الكوجينه نتاعك مي من غير ليزاكسيسوار من بعد مده انت تفرهد نجم ترجع تشري لي زاكسيسوار هذوكم ونركبوهم لك في لي زيليمون نتاعك يعني اون سادابت لل حسب البيدجي فوالا شو عندك زاد في دارك. وي بي مدام وين نجموا يلقاوكم الناس تفرجوا علينا تليفوناتكم؟ اي احنا دونك عندنا اون باج فيسبوك ديجا تلقاو فيها برشا من لي فوتو نتاع لي زاكسيسوار بخلاف اللي شفناهم اليوم. كيف كيف عن كونت انستغرام سينو لي شوروم نتاعنا في سكره كوتي سبيتار منجي سليم والا في ارينا برج الوزير على اوتوروت بنزرت احنا موجودين. مشكوره مدام تليفوناتكم كان فما ولا يبعثوا لكم مساجات على الفيسبوك انتم ترجعوا لهم؟ وي توت افي. ما تبعثوك مع الفيسبوك ولا الانستغرام انتم ترجعوا. ميرسي بوكو مدام انيس بن سالم جيرونت في كوزين اون كيت. اي مشيو كوزين اون كيت بالحق فما برشا زاكسيسوار اللي امبوسيبل تروح ما تشريش على الاقل قطعه من القطعات هذوما. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا.